من فوق هيك بندرج. كمان يمكن انواع سمك. سمك الزينة. قوي شوفيها يعني. علي اوه من جوا اسمك كيف شكله علي لانزم وجي وقت ما نروح برا جوا ولا مهما جوا برني فوتا قدر ورا كم يوم ايه باي اول حنين كسيو بديش كخاصة تداخل غريب هلو كان الحرف ايش بدها حرف فرد السلاحف سلاحف هذا كمان نوع من انواع السمك هذا السلحفة هاي أول مرة بتشوف السلحفة هيك عن قريب يا معر أوه أفاعي أول مرة يتم تصوير الأفعى هيك عن قرب